كلهم عزم وحزم لتقديم عروض احترافية تسر الناظرين. في يوم كشرت فيه أسود وأشبال الجزائر عن أنيابها، وفي هذا اليوم من كل عام تخرج لنا شرشار أبطال أشاوس يضافون إلى قائمة جيشنا الآبي الحامي والصائن لبلادنا الحبيبة، حيث أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح يوم الأحد بالأكاديمية العسكرية لشرشار تحت اسم الرئيس الراحل هواري بومدين على مراسم تخرج الدفعة 54 من التكوين الأساسي والدفعة 16 من التكوين العسكري القاعدي المشترك والدفعة 7 لضباط الدورة الماستر، وذلك تتويجا لحفلات التخرج السنوية للدفعات بالمؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي. وفي كلمته لدى افتتاح مراسم الحفل قال رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني السعيد شنقريحة خلال كلمة ألقاها بمناسبة تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشير وتحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن الجيش الجزائري قد قطع أشواط كبيرة على درب العصرنة والتطوير. وأضاف شنقريحة بخصوص المستويات التي بلغها الجيش الشعبي الوطني أنها ثمرة للجهود المبذولة على جميع الأصعدة وبجميع المجالات بما فيها مجال التكوين الذي نوليه اهتماما بالغا، حيث نلمس التطور الملحوظ لمستوى تكوين الطلبة بالمدارس للجيش الوطني الشعبي وبتكوين إطارات الغد تكوينا راقيا والحرص على تدعيم رصيدهم العلمي والمعرفي وتزويدهم بمختلف الخصال من حب الوطن والاستعداد للتضحية. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. حبس كيما راك خويا العزيز، ما تخافش ما راحش نكثر عليك الهضرة بزاف. راك حاب تتفرج سيري ولا أفلام، المشكل أنه ما عندكش كونت. الله يهديك خو، كرهت من السراقين والكذابين على بالي. ثقة والضمان اللي كنت تحوس عليهم رايح تلقاهم في هذه الصفحة جولد بيزنس. استمتع بمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات بأسعار جد جميلة وبسعر 40,000 فقط للحساب ومتعدد الشاشات. انعم كما سمعتني، ومتوفر البيع بالجملة وبسعر جد جميل. ونزيدك، راه فيها ضمان طول مدة الاشتراك. وش راك تستنى؟ تواصل مع صفحة جولد بيزنس الآن، تجد الرابط أسفل الفيديو.